أهلا بكم إلى جولة في الصحافة العربية والعالمية من القدس دوت كوم. البداية من الصحافة الفلسطينية التي اهتمت بعدة قضايا، جاء على رأسها تعهد الحكومة الجديدة بوضع خطة لحل الأزمة المالية إلى جانب استمرار الاستيطان والقمع في القدس والضفة. صحيفة القدس كتبت على رأس صفحتها الأولى: أوامر بترحيل عشيرة الكعابنة عن أراضي بيت حنينة، 53 مواطناً مهددون بالتشريد رغم أن المحاكم تواصل النظر في قضيتهم، والحكومة الإسرائيلية تقر مخططات توسيع 9 مستوطنات في الضفة. وفي الصحيفة أيضاً: إسرائيل تعترف اليوم بحق الفلسطينيين بالدولة مع استمرار الاستيطان. والزهار يقول: ثمة خطة لشيطنة حماس في نظر المصريين. صحيفة الحياة الجديدة عنونت صفحتها الرئيسية تقول: الرئيس يجدد لنظيره الكولومبي التزام الجانب الفلسطيني بعملية السلام، والحكومة تتعهد بمراجعة السياسات المالية والاقتصادية. ونطالع في الصحيفة أيضا: إصابة مواطن برصاص مستوطن واعتقال 15 آخرين بالضفة. ومعريف تقول: ليفني تحاول تجنيد لبيد لدفع نتنياهو نحو المفاوضات، وأغلبية الإسرائيليين يعارضون إطلاق سراح أسرى مقابل العودة للمفاوضات. ختام مطالعة الصحافة المحلية من صحيفة الأيام، والتي كتبت على رأس صفحتها الأولى: الحكومة تتعهد بخطط عاجلة لمواجهة الأزمة المالية، وأولوياتنا الاهتمام بالشأن الاقتصادي وتحسين مستوى الحياة. وكتبت الصحيفة بالخط الأحمر العريض: الاحتلال يبدأ بأعمال شق وحفر في ساحة باب المغاربة ومناقصات لبناء 550 وحدة استيطانية في مستوطنة بروخين. وفي الصحيفة أيضا: خبير أممي يرفض الاستقالة بعد اتهام إسرائيل بإساءة معاملة الفلسطينيين. إلى الصحافة الدولية، صحيفة الشرق الأوسط السعودية أبرزت عدة عناوين على صفحتها الرئيسية، منها: أمين عام مجلس التعاون الخليجي يقول ملاحقة عناصر حزب الله في الخليج ستخضع لإجراءات أمنية. وفي عنوان آخر: بغداد تقر لأول مرة بقتال عراقيين في سوريا وتنفي المسؤولية عن إرسالهم. وفي الشأن التركي كتبت الصحيفة: 4 قتلى ونحو 5000 جريح حصيلة 12 يوما من الصدامات في تركيا. الختام من صحيفة الاندبندنت البريطانية، التي كتبت في افتتاحيتها: أردوغان لعبها بقسوة وبصورة خاطئة. وجاء في التفاصيل أن ثمة شيئا مشتركا بين المظاهرات التي تجري في تركيا وتلك التي واكبت ثورات الربيع العربي، ألا وهي ردود الفعل القاسية من قبل القادة السياسيين الذين شعروا بأن هذه المظاهرات تنال من هيبتهم وتختبر قوتهم. وأضافت الصحيفة أنه من المفهوم أن يشعر أردوغان بأن استمرار الاحتجاجات في تقسيم مثلت تحديا سافرا لسلطته. ختام هذه الجولة تحية طيبة، وأترككم مع أبرز ما نشرته الصحافة العربية والعالمية من رسوم كاريكاتيرية.